أعزائي المشاهدين، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الحلم العربي للمسيح. وهذه الحلقة راح تكون بعنوان من هو عدوي؟ من هو عدوي؟ وأفتكر هذا سؤال كتير جوهري لإلنا، لا سمي ياما أنه بعد الربيع العربي ظهر في وطننا العربي كتير انقسامات وكتير حروب وكتير قتالات وصراعات عرقية. فهذا سؤال مهم جدا أنه نطرحه ونشوف كيف المسيح علم عن هذا الموضوع. طبعا المسيح كل التعاليم اللي علمها، خاصة محبة الأعداء، هي عاشة ومنشوف كيف انعكست على حياته بعدة مواقف صارت معه. مثلا احنا بنعرف تاريخيا وأيضا من النصوص أنه اليهود كانوا يعتبروا السامريين أعداء، ومش بس أعداء، كفار، دينهم خطأ. وحتى من نص بقول أنه مرة اتهموا المسيح وقالوا له: ألسنا نقول حسنا أنك سامري وبك شيطان؟ لاحظوا بيشتموا المسيح، بقولوا له أنت سامري وبك شيطان، كأنه هذه كانت فكرتهم عن السامريين. للأسف الإنسان إحنا كلنا بنعرف أنه هو نوعا ما منتوج للقوالب الفكرية اللي بينشأ عليها. يعني إذا بتأخذ طفل، خليني أقول كفلسطيني، إذا بتأخذ طفل من مستوطنة إسرائيلية وبتستبدله بطفل فلسطيني، الطفل اليهودي اللي حطيته في بيئة فلسطينية بيطلع يكره اليهود، والطفل الفلسطيني اللي أنشأته في بيئة يهودية بيطلع يكره الفلسطينيين. فهذا جزء كبير منه إشياء نتشربها وإحنا صغار. فراح نشوف كيف المسيح عمل بشكل جاد جدا حتى يكسر القوالب الفكرية اللي كانت موجودة عند التلاميذ، وهذا بعدة مواقف كتابية. وخلينا نركز على السامريين لأنهم هو أوضح مثال للعداوة مع اليهود في هذاك الوقت. مثلا منشوف بيوحنا 4 كيف المسيح وقف وبدأ يتكلم مع امرأة سامرية. بهذا الموقف بنشوف المسيح كسر المزبوط 3 قوالب فكرية ومجتمعية معروفة. أولا رجل يتكلم مع امرأة، هذا شيء مش مقبول أو شيء غريب، حتى في مجتمعاتنا اليوم لازال في بعض الأماكن يعد شيء غريب يثير الانتباه. الشيء الثاني أنه هاي المرأة كانت سامرية واليهود معادين للسامريين، فهذا القالب الثاني اللي المسيح كسره. القالب الثالث من الرواية بنعرف أنه المرأة كمان كانت زانية، يعني هذا أصعب وأصعب. فهذا بنشوف في هذا المثل كيف المسيح كمان ما أجا بشكل فوقي للمرأة: تعالي تعالي أنا أعلمك إشي، تعالي أنا بدي أحاول أصلح حالك، تعالي أنا بدي أغير. لا، جاءها بشكل من تحت، بشكل متواضع، وقال لها: أعطيني لأشرب، يعني أنا محتاج لإلك. فطبعا هي قالت له: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريون. فواضح من النص أنه طب كيف أنت يهودي؟ اليهود ما بيعاملوا السامريين في هذاك الوقت. فإذا أجاب يسوع قال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. كلنا بنعرف كيف راحت القصة. وطبعا المسيح كشخص مصلح، كسر القوالب محتاج لبناء جسر مع المجتمع. فكنا بنعرف كيف طلب منها أن تدعو زوجها، وهذا الشيء المقبول في المجتمع. مظبوط هو تكلم معها، بس المقبول أنه تدعو زوجها. وكيف قالت له أنه أنا ما في عندي زوج، وهو قال لها: صحيح، كان عندي 5 أزواج، واللي عايشة معه اليوم في بيت واحد هو مش زوجك. ففجأة المرأة قالت له: إذن أنت نبي. فعرفت أنه هو نبي. ومنشوف كيف في هداك الوقت عشان يعلم التلاميذ كيف يتخطوا هذا الحاجز، حاجز الكراهية والعنصرية ضد السامريين، بقول النص أنه مكث عند هدول الناس السامريين، طلبوا منه
أنه يقعد يومين، فقعد يومين غاد هو وتلاميذه. بقول الكتاب أنه هو صالح في جسد واحد البشر في الصليب، بقول ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. إذا المسيح قتل العداوة اللي، ومنشوف بعدد 40 كيف المسيح قضى وقت جيد مع السامريين. المسيح قدم أو حاول يقدم كل الوقت شفاء إلهي داخلي لجراحات اليهود من السامريين، لأفكار تشربوها كل حياتهم ضد هدول الجماعة من الناس. ومرة تانية لما بقول كتاب لما اقتربت أيامه بقول لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم، وأرسل أمام وجهه رسلا فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين حتى يعدوا له، يعني يهيئوله أنه يتناول طعام أو شيء. بقول فلم يقبلوه لأن وجهه كان متجها نحو أورشليم، والسامريين كان عندهم موقف شديد ضد أورشليم، بيأمنوا أنه غاد في جبل جزيم هو المكان المقدس وهو مكان الهيكل وهو اللي تكلم عنه بأسفار موسى الخمسة. فبيكمل بقول فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضا؟ قول النص فالتفت وانتهرهما، يعني أسكتهم، بقول لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص، فمضوا إلى قرية أخرى. فبهذا الموقف منشوف إنه المسيح واجههم، قال لهم الروح اللي عم تتكلموا منه هذا روح كراهية، مش الروح صحيح، مش روح إلهي. فمرة تانية كشف لإلهم هذا الشيء. طبعا هو المخدين هاي القصة من قصة إيليا في سفر الملوك الثاني الإصحاح الأول، كيف طلب أنه تنزل نار من السماء وتفني فرقتين جيش لرسل أخازيا الملك لأنه التجأ في مرضه للوثن بدل ما يلتجئ للرب. فالرب جازاه وحكم عليه أنه فعلا ما يقوم من فراشه ويموت. وأيضا فبنشوف كمان هون استخدام وتطويع الكتاب حتى أطلع في كراهيتي، وهذا الشيء لازم ننتبه منه. تعاليم الإلهية موجودة حتى تصلح قلبي وتصلح مجتمعي، مش حتى تخليني أتنافر مع الشخص الأمامي. خلينا أفكر منطقيا بالمنطق، إيش في حل لأعدائي؟ إيش في حل؟ خلينا نعطي حلول منطقية عادية. الحل الأول إني أقاتلهم أحاربهم، هذا احتمال. الحل الثاني إني أتلاشاهم، يعني أنتوا في حال وأنا في حال، بدناش نتعرض لبعض، بدناش نأذي بعض، خلص أنا أنتوا لكم حياتكم وإلي حياتي، زي ما كان بين اليهود والسامريين. الحل الثالث أنه يكون في هدنة بين التنين، مش سلام. بنستخدم كلمة سلام خارج عن مفهومها في الحقيقة، مثلا بسموا السلام معاهدة سلام مع بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى آخره، هذه لا تسمى سلام، تسمى هدنة. يعني إحنا منضلنا أعداء بس بنعمل اتفاق معين، لأنه السلام محتاج لتغيير ثقافة كاملة، ثقافة كاملة وتعليم كامل من الطرفين حتى يكون في سلام. السلام لا يمكن يحدث بين أطراف معادية لبعض، السلام هو ثقافة، ثقافة محبة وسلام وقبول، وهذا الشيء اللي ركز عليه المسيح. وبعدة مستويات منشوفه، مثلا كسر القوالب التعميمية ضد السامريين. ليش عندك فكرة يا يهودي في هذاك الوقت اللي كان عم بيحاول المسيح يخاطبك انه السامريين هو شعب مش منيح؟ ليش؟ فمنشوف مرة بيجي بيسألوا المسيح واحد ناموسي، يعني واحد رجل دين، بيقول له من هو قريبي؟ والمسيح ما بحب هذا السؤال، بشوفه أنه بيعبر عن إنسان يقبل مسلمات، إنسان محبوس في إيش؟ رأيك أنت قل لي،
أنت قل لي مين قريبي وأنت قل لي مين عدوي، أنا لا أفكر، أنا لا أختار، أنا لا أغير، أنا فش عندي رأي، وكأني أنا بآمن أنه مستحيل يتغير الواقع، أنا بدأ بالواقع مثل الخروف الماشي وراء قطيع. فالمسيح ما عجبه السؤال، والمسيح حكى له قصة يعني عظيمة جدا، قصة السامري الصالح. فبقول له أنه شخص كان نازل من أورشليم، شاب يهودي، وفي الطريق تعرضوا إليه لصوص وسلبوه وتركوه بين حي وميت. مرق عليه لاوي اللي هو رجل دين يهودي، ما ساعده. مرق عليه كاهن اللي هو برضه رجل دين يهودي وما ساعده. مرق عليه شخص سامري اللي هو أكتر شخص محتقر في عقلية الناس اللي سمعوا هذا الكلام، تخيل. بقول ساعده وعالجه وحطه في فندق على حسابه. ففي النهاية المسيح بيغير سؤال هذا الشخص، بقول له ترى أي هؤلاء الثلاثة قد صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ يعني كأنه بقول له سؤالك غلط، سؤالك غلط، أنت بدك تتشرب إيش بقولوا لك يا رجال الدين، إيش بقول فلان، إيش بقول فلان، هل بتآمن أنه ممكن أنت تغير هذا الواقع؟ عشان هيك من من هؤلاء قد صار قريب، كأنه بقول له أنت مفروض تسأل مين بقدر أجعله قريب لإلي. وفرجاه كيف هذا السامري خلاه يصير قريب لإله، لأنه أظهر لإله الإحسان والرحمة. وهذا تعليم سائد في كل الكتاب المقدس، حتى في العهد القديم بقول إن أرضت الرب طرق إنسان جعل أعدائه أيضا يسالمونه. لاحظوا يعني الله عنده خطة لتغيير العدو، هذا بالعهد القديم، تكلمش لسه عن تعليم المسيح. في روميا بقول نفس اللي عمله السامري، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب، لأن مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. بقول فإن جاء عدوك أطعمه، وإن عطش فسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه من الخجل تبعه. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر في الخير. إذن الله بده إياك تأتي برسالة معونة وإغاثة لما يصيب عدوك مكروه مثل قصة السامري. محاولات بنشوف كمان من الوحي نفسه لتغيير فكرة التعميم ضد السامريين اللي بنسميه بالإنجليزي ستيريوتايب، هدول السامريين كذا. فبنشوف إنه النص نفسه كمان نقل قصة إنه كيف المسيح لما شفى 10 برص رجع بس واحد وكان سامري حتى يشكره. شوفوا كيف كسر القوالب الفكرية إنه السامريين شعب سيء. فالوحي نفسه حاول سوي. وأخيرا منشوف كمان كسر العداوة في إرسالية المسيح لما أرسل التلاميذ في أعمال 1:8 بقول لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشليم، انتبه، وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. لاحظوا بركز على كل اليهودية والسامرة. ليش اليهودية يا رب؟ يعني ممكن يعني نختصرها؟ لا، بده يقول لهم إذا ما انكسرتش العداوة والكراهية والعنصرية ضد السامريين، مش راح تقدروا توصلوا برسالة المحبة لكل الأرض. في شيء لازم ينكسر في قلب غارق في القوالب الفكرية والكراهية والعنصرية، لازم يتكسر، لازم يدوب في محضر الله لما أنا أتواجه مع نعمة المحبة تبعته المنسكبة. وأخيرا هذا السؤال، من هو عدوي؟ سؤال خطأ. لازم نقول هل أنا بقدر أقلب الأعداء لأحباء؟ الرب جاء حتى يغير في مجتمعاتنا، يغير. فإذن حثني أنه قراري حر، أنا بقدر أغير القوالب، أنا مش مفترض أني أحمل جراحات
تعلمتها من أهلي بدون ما أفحصها. إذن الله دعوته ومشيئته أنه يعمل تغيير في بيوتنا، في بلادنا، في وطننا العربي. بده يكسر الأشياء اللي نشأنا عليها، المواقف المعممة ضد هذه الطائفة، ضد هذا الدين، ضد هذا الشعب. وبده يغير قلوبنا من جهة نظرتنا للناس، إنه في رجاء، في رجاء. الإنسان محبوب وقريب على قلب الله، والله لا يزال يطالب هذا الإنسان، يطالبني في إني أصب وأعطي دور مهم في تغييري وتغيير هذا الإنسان. وبننهي بهاي الآية مهمة جدا، بقول امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. وكل شيء هل يشمل كمان الثوابت والقوالب والمسلمات اللي نشأت عليها؟ نعم، لازم أمتحنها، لازم أمتحن كل شيء وأتمسك في الشيء الحسن. شكرا لكم، وفعلا أتمنى أنه هذا الحلقات اللي عم نقدمها وهذا البرنامج يساهم، يكون هيك يضع حجر صغير في جدار التغيير اللي نتمنى أن نراه في وطننا العربي. نتمنى نشوفكم في الحلقات القادمة، وإلى اللقاء.